تشاهدون الآن نشرة الأخبار من قناة حضرموت. مدير مكتب رئاسة الجمهورية يصف زيارة رئيس الجمهورية بالناجحة، وهناك وعود بتسهيل إجراءات إقامة اليمنيين بمصر. قرارات لمحافظ حضرموت بتكليف مديرين للأشغال والنظافة وجمرك ميناء المكلا والآثار، وتعميم لمدير البنك المركزي بالمكلا. محافظ حضرموت يرأس اجتماعا للجنة الأمنية ويقر خطة أمنية لعيد الأضحى المبارك، ويوجه بتقديم التسهيلات اللازمة لتدشين مشروع تحسين مدينة المكلا الممول بأكثر من 5 ملايين دولار من البنك الدولي. مكتب شؤون حجاج اليمن يحذر من توزيع تصاريح حج مزورة. أهلا بكم في نشرة مفصلة من قناة حضرموت الفضائية. وصف مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي زيارة فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية إلى مصر بالناجحة، موضحا أن لقاء فخامة الرئيس بنظيره المصري المشير عبد الفتاح السيسي ناقش العديد من الملفات الأمنية والاقتصادية والسياسية، مؤكدا أن هناك رؤية موحدة وموقف متماسك من مختلف القضايا وبما يصب في مصلحة البلدين. وأشار العليمي إلى أن هموم اليمنيين المتواجدين في الأراضي المصرية كانت حاضرة في المباحثات مع القيادة المصرية، وأن هناك وعود من الجانب المصري بتسهيل إجراءات إقامتهم وغيرها. كما أكد أن لقاء فخامة رئيس الجمهورية مع قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام وأعضاء كتلته النيابية قد طوى خلافات الماضي وفتح صفحة جديدة تهدف لوحدة المؤتمر ضد الانقلاب والاصطفاف إلى جانب الشرعية الدستورية لاستعادة الدولة كما هو عهد المؤتمر دوما مع الشعب. أصدر محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني اليوم قرارات بتكليف مديرين عامين لمكتب الأشغال العامة والطرق بساحل حضرموت وصندوق النظافة والتحسين وجمرك ميناء المكلا وهيئة الآثار والمتاحف، وتعميم لمدير البنك المركزي فرع المكلا. حيث أصدر محافظ حضرموت القرار رقم 203 لسنة 2018 قضى بتكليف الأخ محمد سالم عبيد باخلعة مديرا عاما لمكتب وزارة الأشغال العامة والطرق بساحل حضرموت، وأصدر المحافظ القرار رقم 204 لسنة 2018 قضى بتكليف الأخ فهمي عبد الهادي بن شبراق مديرا عاما تنفيذيا لصندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت. كما أصدر محافظ حضرموت القرار رقم 205 لسنة 2018 قضى بتكليف الأخ حبشي عبد نصيب مبارك مديرا عاما لجمرك ميناء المكلا. وأصدر المحافظ البحسني القرار رقم 206 لسنة 2018 قضى بتكليف الأخ رياض أحمد سعيد باكرموم مديرا عاما للهيئة العامة للآثار والمتاحف والمخطوطات بساحل حضرموت. أصدر محافظ حضرموت اليوم التعميم رقم 24 لسنة 2018 بشأن قرار محافظ البنك المركزي اليمني القاضي بتعيين الأخ خالد عمر سعيد بن جعام مديرا عاما للبنك المركزي اليمني فرع المكلا. رأس محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة اللواء الركن فرج سالمين البحسني اليوم اجتماعا للجنة الأمنية كرس لإعداد خطة أمنية لعيد الأضحى المبارك. ورفع محافظ حضرموت التهاني والتبريكات لأبناء المحافظة كافة بمناسبة العشر من ذي الحجة وقرب حلول عيد الأضحى المبارك. أوجه المحافظ بإعداد خطة أمنية محكمة للحفاظ على أمن وسكينة المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك ليستمتعوا عوائلهم بأيام العيد في سكينة في مختلف السواحل والمتنزهات والمواقع المختلفة. ودعا المحافظ إلى الاستفادة من الخطط الأمنية السابقة في مثل هذه المناسبات وتطوير الإيجابي منها،
كما وجه جميع الوحدات العسكرية والأمنية برفع درجة الاستعداد واليقظة والتواجد في وحداتهم طيلة أيام العيد ومحاسبة المقصرين واتخاذ إجراءات صارمة ضد المتخاذلين عن أداء الواجب أو التغيب عن مهامهم، وذلك حرصا على طمأنينة المواطنين وليستقبلوا أيام العيد في أمن واستقرار وسكينة. وجه محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني بتقديم التسهيلات اللازمة لمشروع تحسين مدينة المكلا الواقع ضمن مشروع تحسين المدن والاستفادة المثلى من المشروع لتحسين المواقع الخدمية وتحسين وتطوير المتنفسات والحدائق. وتعرف المحافظ اليوم بمكتبه من الجهات ذات العلاقة بالمشروع على الاستعدادات النهائية للبدء بتدشين المشروع البالغ كلفته 5,410,000 دولار بتمويل من البنك الدولي، وينفذه على مدى 3 سنوات مشروع الأشغال العامة محور حضرموت المهرة وسقطرى. حيث أوضح وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس محمد العمودي ومدير المنطقة الفرعية لمشروع الأشغال العامة بحضرموت والمهرة المهندس عبد الرحيم حوري أن المشروع الذي سيبدأ العمل فيه عقب عيد الأضحى المبارك يتضمن تهذيب مسايير الأودية وإعادة تأهيل الإنارة والحدائق وشبكات المياه والصرف الصحي والكورنيشات وخور المكلا. وأكد المحافظ البحسني أهمية المشروع في تحسين مدينة المكلا وإعادة تأهيل المواقع الخدمية والمتنفسات، ووجه الجهات المعنية بتذليل الصعوبات وتسهيل أعمال مشروع الأشغال العامة لتنفيذ هذا المشروع المهم، كما وجه بإعادة النظر في تأجير الحدائق وإعادة إيراداتها للسلطة المحلية بمديرية مدينة المكلا. حذر مكتب شؤون حجاج اليمن بمكة المكرمة كافة المغتربين اليمنيين في السعودية من التعامل مع أي تصاريح حج مزورة تباع في بعض مدن المملكة مقابل مبالغ مالية. وأكد بيان صحفي صادر عن بعثة الحج اليمنية تلقته وكالة الأنباء اليمنية سبأ أنه لم يصدر عنه أو بالتنسيق معه أي تصاريح للحج على الإطلاق، ودعا البيان المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر من بعض السماسرة أو الجهات غير الرسمية كي لا يقعوا ضحية لعصابات التزوير، مهيبا بهم الإبلاغ عن أي حالة مشابهة للجهات الأمنية. الجدير بالذكر أن بطائق انتشرت مؤخرا تحمل اسم بعثة الحج اليمنية وفيها بيانات الحاج بطريقة مزورة واستغلالية لحاجة الناس في أداء فريضة الحج. تفقد الأخ جمال سالم عبدون وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب وزارة التربية والتعليم بمحافظة حضرموت صباح اليوم عددا من المنشآت التربوية والتعليمية بمديريتي الشحر وغيل باوزير، حيث اطلع على سير العمل في تحسين البيئة المدرسية في مدارس ابن رشد للبنات والفقيد مصاقع والمنصورة للبنات للتعليم الأساسي ومستوى إنجاز هذه التدخلات من المشاريع بحسب المواصفات والمقاييس المطلوبة واحتياجات الإدارات المدرسية. كما تفقد سير العمل في ثانوية الفقيد سعد عوض باوزير ومشروع بناء صفوف إضافية مع ملحقتها بمدرسة جولة الريان، مستمعا إلى شرح واف عن سير هذه المشاريع من قبل المختصين ومدى الإنجاز فيها من الفترة المحددة لعملية الانتهاء من هذه المشاريع قبيل مطلع العام الدراسي الجديد، مشددا على ضرورة مضاعفة الجهود من قبل المهندسين والفنيين على هذه المشاريع بغية سرعة استكمالها في وقتها المحدد مع التقيد بالمواصفات والمقاييس الفنية لضمان جودة وإتقان العمل فيهما. ناقش اجتماع اليوم بسيئوم برئاسة وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام محمد السعيدي حملة ترتيب وتنظيف الأسواق لتخفيف ازدحامها بالسيارات والمفارش العشوائية وما يظهر المدينة بصورة جمالية. وقف الاجتماع الذي ضم مدراء عموم مديرية سيئون والأمن والشرطة وصندوق النظافة والتحسين والأشغال العامة والطرق بوادي وصحراء حضرموت أمام عمل اللجنة المكلفة بالإشراف على السوق خلال الفترة السابقة ومدى تنفيذها بالمهام المناطة بها وأثر ذلك
على الواقع. وكلف الاجتماع مدير عام مديرية سيئوم بالإشراف على حملة إعادة تنظيم الأسواق وتهذيبها بالتنسيق مع الأشغال العامة والطرق وصندوق النظافة بالمديرية وتفعيل اللوائح والأنظمة المخصصة لذلك. وشدد الاجتماع على إزالة المفارش العشوائية والمخالفة للقانون والواقعة حول المصالح الحكومية والخاصة. وجه الاجتماع إدارة المرور بتكثيف تواجدها داخل الأسواق والجولات الرئيسية لمنع تسبب أغلاق السيارات وتضييقها. ختم هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز العناوين. مدير مكتب رئاسة الجمهورية يصف زيارة رئيس الجمهورية بالناجحة، وهناك وعود بتسهيل إجراءات إقامة اليمنيين بمصر. قرارات لمحافظ حضرموت بتكليف مديرين للأشغال والنظافة وجمرك ميناء المكلا والآثار وتعميم لمدير البنك المركزي بالمكلا. محافظ حضرموت يرأس اجتماعا للجنة الأمنية ويقر خطة أمنية لعيد الأضحى المبارك ويوجه بتقديم التسهيلات اللازمة لتدشين مشروع تحسين مدينة المكلا الممول بأكثر من 5 ملايين دولار من البنك الدولي. مكتب شؤون حجاج اليمن يحذر من توزيع تصاريح حج مزورة. أعزائي المشاهدين، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه النشرة، شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.